الجوزاء. عايزه اقول لك الجوزاء اللي هو في اعلان فين الرزم فين الخزن. انا عايزه اقول لك ان الفتره الجايه هي فتره مال جايه كتير جدا الله للجوزاء حلوة. والله بجد فهم سعداء الفتره الجايه الجوزائيين. الجوزاء بس اللي هيجي له فلوس مالكيش دعوه بقى في خليكي في برجك لو سمحتي لسه برجك هيجي واقول لك مصاريف كتيره برضو لبرج الجوزاء يعني اللي هيجي له هيصرفوا ما انت بقى قوم اروح بقى تعالوا هو دايما والله بتفصلوني خلاص يا جانا مش هنتكلم تاني نشاركك الحديث مصاريف كتيره جدا برضو يعني فلوس جايه ومصاريف طالعه ممكن يكون بيشتري عربيه هيجدد عربيه هيجيب حاجه بحاجه بالظبط كده للجوزاء وعايزه اقول سفر اصيل وروعه في الحب الله ايه سفر اصيل ده قصير يعني شرم الشيخ الغردقه سفر قصير وقت اوكي احنا سمعناها اصيل انا قلت اصيل ايوه انت قلت اصيله والله ده بالنسبه لبرج الجوزاء.